سعياً منه لإبراز دور الكويت في شتى المجالات وتعريف العالم بالكويت وتقديم صورتها بطريقة مبتكرة ولافتة تحمل روح التحدي والاكتشاف ليكون أول عربي يعبر بدراجته النارية جمهورية الشيشان رافعاً علم بلاده. فبفخر واعتزاز تداول المغردون خبر عودة الرحالة الكويتي عبد المحسن البغلي مساء أمس، وذلك بعد أن أنهى رحلته في قارة آسيا والتي استمرت 5 أشهر و10 أيام عبر دراجته النارية. مستخدمو وسائل التواصل تداولوا صورا للبغلي أثناء دخوله وتواجده في منفذ السلمي الحدودي، بالإضافة إلى مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى أرض الوطن بعد رحلة شيقة استمرت قرابة 100 يوم، قطع من خلالها مسافة 45,000 كيلومتر متجها من الكويت إلى مدينة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية بأقصى الشمال الغربي لروسيا الاتحادية.